السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. طبعا اللي قدامكم في الفيديو ده مش ارانب خالص، ده فيران، ده مزرعة فيران. طبعا الفيران في منها اشكال كتيرة بيضاء، وفي منها ابيض في اسود في بني. طبعا هم بيربوهم مش لله والوطن، لا بيربوهم عشان ياكلوهم. ايوة زي ما سمعتوا كده، عشان ياكلوهم. في طبعا ناس كتيرة، احنا هنا الفار بنمسكه بالان وبنموته او بنصطاده او بنجيب له سم فيران. هما عندهم الفيران بيحط لها حشائش زي الارنب، وبيربوها وبيسلخوها وبياكلوها سبحان الله، مع ان القوارض دي ربنا حرمها ما تتاكلش. والقوارض دي تنقتل، المفروض تنقتل عشان هي بتأذي، بتاكل الطيور وبتاكل الحاجات وربنا محرمها. وطبعا الفيران هي الوحيدة اللي بتنجل مرض الطاعون، الطاعون اللي يفشي الناس. طبعا الناس بتروح تاكلها، ده شيء مقزز جدا، زيها زي الخنزير ما تختلفش عليه اتنين مهما كان شكلها حلو. برضو لسه في ناس متخلفين بياكلوا الحاجات دي، والله ده مزرعة ومتربي فيها الفيران. حتى الفار بيوصل وزنه من 2.5 لـ3 كيلو طبعا حسب الاكل، غير الفيران اللي في الشوارع خالص اللي طبعا ما بتلاقيش تاكل. الفيران دي بقى متربية على الغالي، بتاكل علف بتاع الارنب اللي هو الكسب، وبتاكل حشائش زي الارنب بالظبط، وبتاكل جزر سبحان الله. شكلها فظيع، ملونة كده وراسها كبيرة. طبعا معرفش هما بياكلوها ازاي، طبعا كل واحد ودماغه وتخلفه. طبعا الفيران ده مضرة جدا جدا للجسم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا بيفرشوا لهم عفش زيهم زي الفراخ بالظبط، وبيربوهم مع البط والوز والطيور التانية. طبعا انا معرفش دول الناس دي في اي دولة اللي بتاكل الحاجات دي، بس اللي انا اعرفه الصين بتاكل كل حاجة، الفيران اي حاجة اي قارد بتاكلها، والهند طبعا بيعبدوا الفيران ما بياكلهاش، واللي بيذبح عندهم فار بيكون يوم ومش فايت وبينحبس كمان. طبعا دي قطة برضو بيربوها، حتى القطة مسلمتش منهم، قطة كده بيربوها الرومي، توصل 4 و5 كيلو زيها زي الفراخ بالظبط التسمين، وبيذبحوها برضو وبياكلوها. حطيناها حتى على طاولة الاكل، مستنين يجي عليها الدور وتنذبح. معرفش الناس دي مخهم فين. طبعا ربنا محلل لنا حاجات كتيرة جدا حلال، وهم بيسيبوا الحاجات دي كلها وياكلوا الحاجات المحرمة. السلام عليكم.